ماشي والله لا ما. انت جبتني وانا واقف هنا انا مستغرب يا شيف عيب انا شايفك وانت جايب ليه يا عم حتى لو طلع هذا على الكادر اللي هو طلع فيه لو كانوا مثلا هيعمل جريمه هو ولو جه هيجي واحد واقف لوحده خد يا شباب كذا فيديو اقعد يا مدحت اقعد يا مدحت Ha ha ha.